لا أحداث هذه القصة من وحي الخيال، ولا أبطالها أشخاص وهميون، بل هي حقيقة شهدتها إحدى المدارس الكاثوليكية الراقية في جبل لبنان. داخل صفوف هذه المدرسة وحماماتها تحرش أستاذ عشريني ب 11 فتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و 8. تحرش تراوح بين الاغتصاب الجنسي وتصوير الفتيات عاريات عنوة. صدفة انكشف السر، وصدفة قررت إحدى الفتيات إخبار أهلها بما حاول أستاذ مادة الفنون البلاستيكية فعله. بكل براءة قالت ابنة السادسة لوالدها إن أستاذها حاول رفع تنورتها وإلصاق جسده بجسدها. هذا ما فهمته من كل هذا العنف قبل أن تخبره بما فعله أيضا بصديقاتها. هذه أدخلها إلى الحمام، وهذه أجبرها على خلع ملابسها أمامه، وهذه بكت عندما شاهدت دماء على ملابسها الداخلية. المدرسة أجبرت الأستاذ على الاستقالة في انتظار التحقيقات، أما الأهل فقرر 4 منهم رفع دعوى ضد الأستاذ، فيما ينتظر الآخرون. ينتظرون في وقت بدأت الفتيات علاجا نفسيا قدمته المدرسة قبل إخضاعهن لفحوصات الطبيب الشرعي. أما المتهم فلا يزال مختفيا في الحقيقة وفي الحياة الافتراضية، إذ أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وأقفل مدونته. عشر فتاة خرجت قصتهن إلى الضوء، 11 فتاة لا تزال أجسادهن أصغر من احتمال كل هذه البشاعة، 11 فتاة يختصرن ربما قصصا كثيرة تدور في أروقة المدارس وفي ظلمة صفوفها.